خلينا بقى نروح للبروفايل بتاع كل لاعب متواجد في هذا الفريق. اتفضل. بيل جارميون طبعا اكيد احمد يعني خلص على كل ارقامه فيه. تعالى جنب انت بقى. انا يعني ما عنديش حاجه بصراحه اضيفها على الراجل، حتى كان لو كان معايا نقاط ضعف كنت قلتها بصراحه، بس معيش النهارده نقاط ضعف البيت جارميون، واحد طبعا من ابرز لاعبي نادي اولسن، كبير في السن 30 سنه طبعا، برده من لعيبه الخبره، طوله 178 سنتي ولعب 8 مباريات في دوري ابطال اسيا، احرز 4 اهداف وعمل اسيست 3 اهداف يا احمد، وبالتالي برده دي ارقام كبيره بالنسبه للاعب بيلعب في بطوله قاره، مساهم في 7 اهداف طبعًا من 8 مباريات، هو يعتبر احسن صانع العاب في دوري ابطال اسيا طبعا بيت جارميون. نعم. في البطوله تمام. اللي بعد كده يعني. اللي بعد كده سو هوك شو، ده اللي هو سوك اللي هو الحارس، عامل عنده 33 سنه، تصدى ل 28 تسديده من 34، ده جيد جدا رقم كويس، وشباك نظيفه 3 من 9 مباريات، دخل شباكه 6 اهداف من 9 في 9 مباريات، يعني دي ارقام حارس المرمى بتاعهم، رقم جيد. نلاحظ ان كل اعمار الحراس في البطوله كبيره، يعني في فوق ال 28 عدا الدحيل القطري. صحيح، عشان كده هو اضعفهم. طبعا هو اضعفهم فعلا. اتفضل بعد كده. نروح بعد كده لجونيو ناجراو، طبعا واحد من افضل المهاجمين في اللي هنشوفهم في البطوله، مهاجم عنده 14 سنه، خبره كبيره، طول 187 سنتي، لعب 9 مباريات، جاب 7 اهداف، 7 اهداف في 9 مباريات، رقم اكثر كبير من رائع، رقم ممتاز لمهاجم راس حربه صريح و قوي جدا بدنيا، واتمنى لما تشوفوه في مباراه تيجرز هتشوفوا فعلا نسخه من ادريانو اللي كان بيلعب. وبعد الشرح اللي انتوا شرحتوه ده الحقيقه انا متخيل الناس هتقعد تتفرج على هذه البطوله لانه شرح رائع جدا. نكمل بس بقيه المهاجم اللي بعد كده اللي هو مارس اللي هو البديل اللي احنا قلنا عليه من النرويج، شفت له كام بقى؟ متر 95، ده المهاجم البديل، متر طويل قوي، متر 95، 29 سنة، لعب 9 مباريات، قلنا 6 مرات بديل و3 أساسي، يعني 6 مشاركات، 9 مشاركات، مسجل 5 أهداف، وأعتقد إن هم كلهم بالهيد بالطول ده، ورقم كويس بالنسبة للاعب بديل. طبعًا ده يعتبر البديل السوبر في الفرقة، مسجل 5 أهداف في 9 مشاركات وصنع هدف، يعني مساهم في 6 أهداف في 9 مشاركات، في 9 مشاركات، ده رقم كبديل، رقم كويس جدًا وبيستغل طوله. ومعانا طبعا جين هو شين، ده لاعب رقم 8، وهو فعلا رقم 8 على القميص بتاعه، عنده 32 سنه، من كوريا، طوله 177 سنتي، لعب 9 مباريات، صنع هدفين بس، ربما يكون عدد صناعه الاهداف بالنسبه له كلاعب بوكس تو بوكس قليل، ولكن واحد برضه من نجوم الفريق. طيب كده احنا نكون خلصنا كل الفرق المشاركه في هذه البطوله، اتفضلوا معانا هنا.